بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. عندما أراد الله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الناس لإقامة الصلاة شرع لهم الأذان ويقول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة. ولعلم الله عز وجل أن الناس تمر بظروف لا يستطيعون الوصول إلى المسجد لمشقة أو ضرر، فأوحى الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول المؤذن صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. فإذا سمعت حي على الصلاة فعليك أن تلبي، وإذا سمعت صلوا في رحالكم فعليك أن تستجيب. وفي كل خير، ووفق الله عز وجل هذه الدولة بهذه المؤسسة المباركة التي أرادت أن ترفع الحرج على الناس وأن تدرى الأضرار عنهم، فشرع الله سبحانه وتعالى لنا أن نقول في الأذان صلوا في رحالكم، فأمرت المساجد أن يقول المؤذن صلوا في رحالكم. استجابتك لهذا الأمر إنما هو طاعة لله ولرسوله وانقياد لولي أمرك، ونسأل الله عز وجل القبول وأن يرفع عنا وعنكم الغمة.